عدد كبير من اللاعبين نستطيع القول اللي يدافعوا واللي يبداوا الدفاع في منطقه الخصم. وانطلاقه من قاسم سعيد في القائم الثاني. اي يتاخر شويه قاسم سعيد، تبقى معه تحفظ بالكره الى رغبه فتحه. والهدف يحرر جمهور في وضعية صعبة جدا لم تكن منتظرة تماما. هدف من دون شك راح يعطي دفع اخر للمباراة اليوم، وحين اعادة زاوية صعبة جدا. لطفي في القائم الثاني باغت دفاع. اين انت يا نور الدين؟ مولودية عزب يا حفيظ خليك بكلمة جاية. راح لطفي من هنا كابن علي توصلوا لطفي يدخل بغض العمليات. ضربية من بالعارضة ولا الحارة عايد، وفي الكثير من الأحيان قاسم سعيد ودوب قوية جدا التصويبة من طلبني تصطدم بالقائمة الأيسر.